وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة نوال عبد اللطيف، رئيس الشؤون القانونية والتفتيش بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أهلا بك في نشرة الثالثة، حدثينا أكثر عن إقبال المواطنين وانطباعاتهم حول هذه البرامج الجديدة. أهلا وسهلا، أشكركم على هاي الاستضافة وتسليط الضوء على التمويلات الجديدة. طبعا حالما صدر قرار صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، قام المختصين باستقبال استفسارات المواطنين بكافة الطرق، سواء مراجعاتهم الشخصية لمبنى الوزارة أو عن طريق مركز الاتصال الوطني والموقع الإلكتروني للوزارة. الجدير بالذكر أن أعداد المواطنين الراغبين في برامج التمويلات في تزايد مستمر، ولوحظ بأن أغلبهم على اطلاع كامل بتفاصيل هاي التمويلات، وغدت مراجعاتهم تتركز على إجراءات التقديم وإمكانية تحويل طلباتهم المدرجة على قوام الانتظار من نوع وحدات سكنية وقسيمة سكنية إلى تمويل. ومن خلال التعامل المباشر مع المواطنين التمسنا انطباعاتهم الإيجابية ورغبتهم بتلك البرامج والحلول التمويلية واللي راح تلبي تطلعات الغالبية العظمى من المواطنين، خاصة أنها تعتبر من الخدمات التمويلية الفورية. كما أنها تعتبر هاي النوعية من الخدمات تم التوسع فيها وإضافة الكثير من المميزات فيها، حيث أنه تم رفع سن الاستحقاق من 50 إلى 50 سنة بالنسبة لتمويل التسهيل و40 سنة لتمويل مزايا في النسخة المستحدثة. نعم، ما هي أبرز اشتراطات التقدم لهذا البرنامج وكذلك أيضا برنامج مزايا الجديد؟ طبعا من أهم الاشتراطات والمزايا أن يكون المتقدم بحريني الجنسية وما يتجاوز دخله عن 1200 دينار. كما سبق ذكره بأنه تم رفع سن الاستحقاق إلى 50 سنة بالنسبة لتمويل التسهيل. بالنسبة للنسخة المستحدثة من مزايا أضيف إليها خاصية ما كانت موجودة في مزايا السابقة، بأن تم التوسيع في الخيارات حيث تضمن شراء أرض وشراء مسكن وبناء مسكن وشراء أرض وبناء، في حين كان مزايا السابق يقتصر فقط على شراء مسكن جاهز. ومن أهم المزايا أن برنامج التمويلات الإسكانية الجديد راح يوفر ثلاث خيارات تمويلية رئيسية، هي تسهيل عقاري واللي راح يتيح خيار الحصول على تمويل لبناء مسكن أو شراء قطعة أرض وبنائها أو شراء مسكن والإضافة عليها أو شراء مسكن أو شراء قطعة أرض. كما أنه يوجد تسهيل البيت العود واللي راح يمنح تمويل لشراء أرض أو مسكن داخل عقار أحد أقرباء المنتفع أو زوجته. أيضا عندنا تسهيل نوع ثالث من التسهيل، هو تسهيل تعاون واللي راح يتيح شراء أرض أو مسكن أو بناء مسكن بالاشتراك بين مجموعة من المنتفعين سواء كانوا أخوة أو أصدقاء. كما أن من أبرز هذه ما يميز هذه التمويلات أنه تم رفع الحد الأدنى للتمويلات الإسكانية من 19,000 دينار كحد أدنى إلى 40,000 دينار، كما أنه تم رفع الحد الأقصى أيضا من 60,000 دينار إلى 70,000 دينار بحريني وبقسط شهري في حدود اقتطاع 25% من الراتب. بالإضافة لأنه أتيح خيار زيادة قيمة مبلغ الاستقطاع الشهري إلى 35% في حال كانت رغبة المستفيد أن يزيد قيمة مبلغ التمويل الممنوح له. شكرا على هذه التوضيحات السيدة نوال عبد اللطيف، رئيس الشؤون القانونية والتفتيش بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.